السلام عليكم. الروبوت صحي صحيكم من الصبح عشان اصور لكم فيديو. فتحت يوتيوب هيك اول ما صحيت هيك مغمض عيني، فتحت لقيت انه في حدا منزل على السلاح الميثك الجديد جرو. صح انه اخذ نيرف، بس المره الماضيه انا ظلمته لسبب ناس ايش هو. في مشكله كنت عاملها بالفيديو انه كان صار لي فتره ساحب وكنت بستخدم كلاس غير الكلاس الاساسي اللي انا بلعب فيه، فعشان هيك السلاح كان وقتها سيء. بس اليوم الموضوع مختلف، كود موبايل يبدو انه خلص ابداعها وعامل سكن مشابه لسلاح الكيلو. فخلينا ان نفتح السلاح نحصل عليه سريعا ونشوف شو وضع السلاح بين الاسلحه الميثك. وفي عندنا كثير اشياء مختلفه في العجله، خلينا نفتح مع بعض. امبارح اخترت اثنين من الفيديو تبع الجروزا يفوزوا، عملت لهم قلوب حب ورديت على تعليقاتهم. اهم شيء رديت على تعليقاتهم وحكيت لهم ردوا علي بالاي دي تبعكم، رجاء ردوا خلال 24 ساعه عشان ما تروح عليكم. دي ال كيو حصلنا دي ال كيو، السكن كثير رهيب ولكن الايرون سايت تبعه مشكوك فيه. مربع هنجربه في مقطع ثاني، شو رايكم؟ والله فكرت اعطاني الميثك، اقسم بالله حرام عليك. سياره بشيلن 120 سي بي شنطه سخيفه. كود موبايل اتعبوا شوي على عجله الحظ رجاء. ماذا لو اعطاني السلاح بسرعه؟ سكين شخصيه سيف الكتانة كنه منحني بزياده. المخلب الاكثر حده 1300 سي بي عشان تريب ماين، تشبه واحده قديمه كمان. كود موبايل بقول لكم بتحلب نفسها. 2300 سي بي صرفت كثير صح؟ سلاح الميثك دائما بيجي لي تثاوب. لا 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 تقول لي هذا الاستعراض تبع السلاح، وربي كود موبايل انتهت والله انتهت. اعملوا استعراض لسلاح ميثك، طلع لي اياه هو بتجمع وهو بصير في اشي. ليش اللي استعراض تعبان؟ حتى انا يعني بيجيني تثاوب لما يطلع لي سلاح. ايش في؟ ناقصني 100 عمله عشان اوصل كم؟ كانوا مغلين السعر يا اخوان. 10 سحبات ب 1080 1800. هاي يا اخوان ايش في الاسعار غاد؟ هاي ال 10 ب 570 منطقي. انتبهوا يا اخوان، اللي بده يشتري من بطاقات التطوير لا يشتري من العجله الاصليه، روح على عجله الام 13 او على المتجر واشتري منها. شفتوا هناك السعر 1800 للعشرة، هون 750 او 570. ليش ما امكس السلاح؟ طيب انا محتاج قديش؟ 1975 خلينا نروح نجيبهم يلا. 570 لحد الكم؟ 1975 قلنا. احنا حاليا ليش عامل سكيب؟ يلا طيب احنا معنا 2265 تقريبا، محتاجين كمان سحبتين زياده. هاي اول سحبه وصلت 1425، محتاج كمان ثلاث سحبات 1500. احيه كلها عشرات. 1665 صرفنا العدان ال 20000. او ماي جاد ما بعطينيش فوق ال 50، كله 30 واقل. اوكي في هون 50 قديش؟ 100 حبه. اوه نايس 20 باقي لي 30 حبه كمان 10 سريع هات 10 يلا بيرفكتو 20. شوف سعر الحبه مع انهم نفس السعر، الفتحه الواحده 450 430 وفتحه العشره ب 1800 خصم 4300. شو في؟ مش منطقي اللعبة هاي صراحة، كويس ما اشتريتها. بدهم 1975 نطور السلاح ليفل ماكس، صار 5، هسا فيني اشير مع اصحابي في الجيم. اوكي، اعطانا كثير مكافآت واشياء، واو، اخيرا سلاح الجرو قبل ما استخدمه كان صار ماكس. طيب زي ما شايفين يا اخوان، هذا هو الكلاس اللي كنت استخدمه في الفيديوهات القديمة لسلاح الجرو، وهذا شغال 100%، ولكن اللي في الفيديو الماضي كان سيء لأني كنت بستخدم تركيبات مختلفة. فننسخ هذا الكلاس على السلاح الميثك. مش عارف صراحه كيف بدي اشوف السكوب، بس يعني الحين جهزت واحد منهم بنبقى نشوفهم. تميمه جهزها ما عندناش مشاكل. هيا بنا هيا بنا نجرب السكن ونشارك مع اصحابنا بالتاكيد. جاهزين؟ بلاش نغير الشخصيه، مورتي كفيل بذلك، شغال مورتي. فخلونا ندخل نجرب. طيب يا اخوان مش عارف، ممكن نخسر الجيم حاليا لاني دخلت الجيم والجرافيك كان كثير عالي. طيب اول كل شغال السلاح لسه، يبدو انه في ناس راح يكرهوا اللعب اليوم. يبدو انه في ناس راح تكره اللعب يا جماعه. اثنين يا اخوان اذا الحكي صحيح انا مش مصدق. شيك كيف السلاح شغال يا اخوان؟ هذا السلاح ماخذ نيرف، ركز على الموضوع. اوه سلاح بخوف قد ما هو قوي. أنا بيقطع قلبي عليكم يا اخوان، 21 كلب هالبساطة بتيجي عليكم، لاعبين هذا مش بوتات. شيك على الاستعراض. يلا. أوه. واو. تجميع الطاقة.
رهيب. ما اعطنا حقه السلاح صراحة من استعراض، بس انا حاسس مش قادر اعلق على السلاح. اخي الوضع مرعب والله العظيم يا اخوان. بيت ون، بيت ون، مفيش ما كلام، مفيش كلام، بيت ون يا اخوان. جماعة بحاول اركز على نيوك. احي احي نيوك، نيوك بجرو، ليش مستغرب؟ ما هو قوي يا جماعة. انا داخل ضد بهايم صراحة، يعني اسف يا جماعة، بس خليك تموت بنيوك كمان مرة. خمسة ست كلات بنيوك يا ويلي. اخوان هذول لاعبين والله العظيم، مش بوتات، هذول لعيبة، انه فاهمين. ايوه لاعب بس هو غبي شوي. يا عيني الليل، يا ليل يا عين، يا ليل يا عين، يا عين يا ليل. 59 كل، الله اعلم كم كل وصلنا. يلا يلا، حصل خير، حصل خير، حصل خير يا جماعة، حصل خير. جايب عليهم 69 كل مع نيوك، اداء مرعب من السلاح، قوي بزيادة. بتمنى هتطلع ضد لاعبين محترفين جدا واشوف شو راح يصير فيه السلاح. او في انا نيوك تاون، نيوك تاون يا جماعة. هل تعلم شو يعني؟ هل تعلم شو يعني؟ هنوزع على الشباب جرو ميثك، ثلاثة جرو ميثك، احكوا لي شكرا. الو، اذا متت من واحد يعني هزمة صراحة. اوكي يعني ما... اوكي بلشنا نواجه لاعبين طبيعيين وبشر حقيقيين، بس هذا الشيء ما بيمنع انه راح نكسب غصب. واو سرعة الكل، واو قلة فطرات. انا مش هنا، لا قلة يا جماعة. هلو، اوه نايس. اوكي مش عارف ليش، مش عارف ليش كلابي سيء، بس يعني نحاول نعوض. خسرنا من اللي قاعد ورا النوب هذا يا بي، مثل فينك كده. ولك ولك لا تواجه، ولك ليش مش لابس طاقية. ترارارا، نويس نويس نويس. انتوا شايفين، انتوا شايفين ان ضده محترفين ومش عارفين يلعبوا. واو لدي طيب زي ما جاب يا جماعة. لا 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 بدنا شيء، اصبر. لو كان عندك اي شك انه ضدنا بوتات الجيم الماضي، فتأكد اليوم انه الكل صار بوتات ضد السلاح. الاول اي الثالث، تعال احتويها يا نور، يا نور احتويها يا نور. نايس او 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 يا ويلي. بس يلا ماشي ماشي ماشي، الوضع تحت السيطرة. ولا لا نو نو 56 كل. واو من القوة صرت الدمج الحيط. الدمج صار يطلع من الحيط. يلا
يا عيني يا عيني يا ليل. مرتين تصدق. يا ويلي تصدقل مرتين. كان في نيوك قريب كثير بصراحة. جيت نسكته من ورا السلاح. 69 كل مرتين ورا بعض. 69 كل المرة الأولى ميت 3 مرات والثانية 8 مرات ضد لاعبين. الجيمين لاعبين يعني ما هم بوتات. الجيم الأول في نيوك والثاني برضو قريب عن نيوك بس يعني للأسف ما حصلنا. اللي فيكم يعني أشوف واحد بس كاتب لي في التعليقات إنه تركيباتك مو كويسة. نراجع التركيبات. ها هي 5 تركيبات مع ليزر بدون كاتم. يعني لو تحط كاتم هتزود المدى. ولا اقول لك لا ممكن تزود المدى ولكن يعني بلاش. التركيبات هاي اللي انا بستخدمها جدا ممتازه. لازم تستخدم العصوره هاي بتزود المدى 45%. النرف اللي عملته الشركه تقريبا تمويه عشان الناس ايش تحكي. واو شركه محترمه عملوا نرف لسلاح ينزل مثلك عشان ايش يعني ما بيستغلوا اللاعبين. فاهمين علي؟ بس هم اعطوا نرف وهمي للسلاح واجيبوا لك مثلك اقوى من العادي. ف 69 كل النتيجه من نوفا ومع نيوك. شكرا على المشاهدة. اكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم بالسكن، شو رايكم بالسلاح. صراحة كسكن نفسه يعني الشكل مش بزيادة، مش احسن اشي صراحة. ولا الانيميشن رهيب، بس السكوب تبعه ولعب في السلاح جدا حلو. وبس هيك، شكرا على المشاهدة يا جماعة. اشوفكم فيديو جاي، اللقاء.